سياقاته، خاصة أن الأحزاب لها انتقادات واسعة حول هذا القانون، والنسبة التي أعطت للقوائم كانت 20% فقط، وهذه النسبة تدمر الحياة الحزبية في مصر ولا تشجع على التعددية الحزبية. بخصوص التعليقات على مواد القانون، احنا كان لنا تعقيب على المادة الأولى واللي بمقتضاها بيجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب، والحقيقة احنا شايفين ان هذا الأمر يخل بمبدأ الفصل بين السلطات الوارد في الدستور، من مهام عضو مجلس النواب ان يقوم بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية اللي رئيس الجمهورية هو رئيسها. فإذا كان لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 5%، فكيف سيقوم هؤلاء 5% بمراقبته؟ الأمر الثاني أن 5% المعينين من قبل رئيس الجمهورية لا يجوز الفصل في صحة عضويتهم. المادة 29 من القانون مجلس النواب التي نظمت الفصل في صحة العضوية لم تنظم الفصل في صحة عضوية المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وكأنهم خارج الرقابة القضائية، ولم يتعارض مع نص المادة 97 من الدستور. ويجب على المشرع أن يقوم بتعديل هذه المادة لتشمل الفصل في صحة العضوية الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية. أيضا كان لنا تعليق على المادة 2 واللي حددت بعض الصفات الخاصة بالمرشحين زي الفلاح والعامل. المادة عرفت الفلاح بأنه هو من يقيم في الريف ولا يمتلك أو يستأجر هو وزوجته وأولاده الكسر أكثر من 10 أبدية. نحن نتساءل بالنسبة للفلاح الذي يمتلك أو يستأجر هو وزوجته وأولاده الكسر 11 فدان، ماذا ستكون صفته؟ القانون بهذا الوضع يحرم الفلاح الذي يمتلك أكثر من 10 أبدنة أو يستأجر هو وزوجته وأولاده الكسر من حق الترشح في انتخابات البرلمانية، وهذا أمر غير مسموح. الأمر الآخر في هذه المادة، المادة الثانية من القانون، بخصوص تعريف العامل. المادة ألزمت العامل في الانضمام لنقابة عمالية بالمخالفة لاتفاقية حرية العمل النقابي المادة 87، والتي صدقت عليها مصر سنة 1957، وبالتالي يجب على المشرع الجديد وهو الرئيس الجديد اللي بيدي سلطة التشريع أن يقوم بتعديل هذه المادة